مساء الخير. تاني اسبوع مش باط قطع وبعد القطط بحالة هيجان تام بالشوارع. اهم العناوين: زميلي عم تستعد للسفر، فلكل اللبنانيين مثل ما ودعتوا تلاقوا. سعد بيعمل اسكال بلبنان لذكرى 14 شباط، فلكل اللبنانيين مثل ما ودعتوا تلاقوا. لبنان مهدد بفيروسات خطيره، ولا مش عم نحكي عن حاله كلساتك بعد 3 ايام. الموضوع اخطر، وزاره الصحه بتحذر من التبويس. كل مواطن لازم يستعمل تكنيك المومس، فوت بلا تبويس، فوت الفيروس، فيروس قصدي. واكيد اخر مستجدات زراعه الحشيش، وهل هو نفط الشعب؟ ومعقول من بعدها يضل عمار حوري متصدر قائمه المبتسمين قصرا؟ كلها مواضيع بتسطل ببلد سخيف بس وطن عظيم. الكل كان ناطر كلمة سعد الحريري بذكرى 14 شباط. سليمان فرنجي ناطر يرشحه بالكلمة، سمير جعجع وسامي الجميل ناطرين انه ما يرشح فرنجي، حتى ميشيل عون ووري الحلو بعدهم ناطرين يرشحوا الحريري. ما في غير حزب الله حاطين المنار وعم يحضروا المنار، حاطين المنار شو عم يحضروا. وفي هذه الأثناء يدخل الرئيس سعد الحريري إلى القاعة الكبيرة في البيال، يرافقه السيد نادر الحريري، يحيي الحضور وقد على التصفيق ترحيبا بحضوره شخصيا. وصل نهار 14 شباط واجا سعد الحريري على لبنان خصيصا تيل الكلمه من هون، زاد الحماس وشيء انه وصل على البيال نط سامي جميل عليه واتكل على شفافه تيغريه. دغري شاف جعجع تكتيك سامي وقرر يرد عليه بتكتيك تاني، بوسع الرقبه، ايد على الخصر، وهيك هيك هيك. شو حرام انك ما تكون عم ترقص مان، هالموهبه المدفونه. حتى اشرف فيفي طلع له بوسه، وخالد الظاهر كان عربش على الصف اللي قدامه تيطال خدود الشيخ سعد ويكجمجون هيك. بعد التبويس طلع الحريري على المنبر وما قال شيء من اللي كان كل واحد ناطر يسمعه. فعليا ما قال شيء بالمره، غير انه سمعوا كلمتين مش عزاوه لسمير جعجع. خطوه قدت بحلفائنا القوات اللبنانيه يتوصلوا بعد 28 سنه لمصالحه تاريخيه مع التيار الوطني الحر. بس يا حكيم يا ريت صارت من زمان كتير. قديش كنت وفرت على المسيحيين وعلى لبنان؟ حلوين شو ما هو من جوا كان عرفت كثير معصب بس من برا. هاللطشه خربت الدنيا وولعت تويتر وقلبت جمهور القوات على الحريري. الحكيم كان مبسوط. نحن رجال سياسه اثنيناتنا مسؤولين كثير بنمزح مع بعضنا. انا نسيت انه بمهرجان في هالقد ناس وعم بينحكوا كل البشر، واعتبرت وافتكرت هيك وللحظة فكرت حالي قاعدين بالبيت. لا قاعدين بالبيت انا وياه مثل العادة، عم يمزح معي وعم بمزح معه. يا جري يا حط بجنبك. رح اقول هيك وانا شو قلت له مي فوتارك جميع اذا ملاحظة واذا بتشوف الوحدة. مشكلة فعليا مش عند سعد الحريري قد ما هي عند الناس اللي حده، خصوصا وقت تسمعهم عم بيقولوا حكي من هالنوع. يعني واضح انه اليوم عم نفتقد رفيق الحريري اكثر من اي يوم اخر، وعم نفهم اكثر ليش تم اختيار رفيق الحريري. رفيق الحريري اليوم بين اكثر من اي وقت مضى مدى الحاجه له، مدى الفراغ الكبير اللي تركه بهالبلد. مزبوط، رفيق الحريري اشتغل سياسي بلبنان، يعني ارتكب اخطاء بالحكم، بس ما في حدا ينكر هذه الشخصيه اللي اثرت على حياه كل اللبنانيين. يمكن اللي خلقها من مواليد 80-83 هن الوحيدين اللي عاشوا فتره سلام بالبلد مع امل انه ممكن يركب بلد حتى لو كان وهم، بس كان الرئيس الشهيد يعطي امل لانه كثير نسيوا هذه اللحظه. ضروري نرجع للحظة من 11 سنة لما كان كل لبنان بكل طوائفه توحد قدام قبره، وهلا شئنا ما بين الحلفاء والخصوم بيعترفوا بتأثير غيابه عن الساحة السياسية. بس هذا شو بيعني؟ بطريقة غير مباشرة بيعني انه سعد خربها. أخذت الحريري الأب 10 سنين ليعمر لبنان ويشتغل على العيش المشترك، وأخذت سعد تقريبا 10 سنين ليخرب كل شيء وحتى يبطل في عيش مشترك بين السنة نفسهم. بس هو اللي خربها فعليا هن العالم الانتهازيين اللي حوله، هن اللي ساهموا اكثر شيء. يعني مثلا مثل اللي عم يطلع بشعارات تيار المستقبل اخر فتره، ما بعرف مين عم يقترح الشعارات،
عشان هيك راح اسمح لحالي اقول مين هالفهلوي اللي عم يعطيكم هيك شعارات الحق معك بس اليوم اكثر. كيف يعني لغة ما الحق معك؟ كيف يعني صارت اكثر انه زياد الحق ما الحق اوريدي معك؟ كيف يعني صار معك هي اكثر اليوم؟ يعني صار معك اكثر انه الحق مثل معك مثل شعار صيدا كيف انه صيدا كيف شو هذا الشعار ترك مجال لمين ما كان يركب مقلي. اه الحمد لله احسن حال صيدا يعني علي خليفه علي خليفه كان ولد وكتب شغله مش حلوه بحق الموتى بس مش حق علي خليفه لانه اللي قلل من احترام شخص رفيق الحريري هن هيك عالم شعارات اغبى منهم. اللي دمر ارث الحريري وصورته هن من قلب البيت. لما تلفزيون المستقبل بعيد الماضي بلقطات الحريري كل يوم اكثر من 3 مرات على مدى 10 سنين حرقوا له صورته وسخفوا له قيمته ظنا منهم انه عم بخلدوا ذكراه. اصلا معقول ده بالمقاطع اللي منزلينها المستقبل انه الناس عم تحكي مع تمثال؟ الله يرحمك يا شيخ رفيق ويرحم كل اللي استشهدوا معك. ما عندك فكرة قديش تقنالك. ليك مش بالإسلام حرام تحكي مع تمثيل؟ إنه ما فيك توقف قدام التمثيل وتحكي معه إلا إذا كنت مرسال أو برنامج لنيشان برمضان. وينك نيشان؟ اف اف الرئيس الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طب معقول ما طب معقول طب حاول حدا عم يحكي مع تمثال. طيب صراحة مش انتو اللي حتنصفوا الرئيس الشهيد، جيلنا اللي عملكم ب 14 أذار وخزلتوه على كل مفرق هو اللي راح ينصفوا تاريخيا، لأنه هلا بطلنا نعرف إذا حزب الله القوي أم انتو الضعاف، أم هل انتو انتحرتوا بسلاح حزب الله؟ ما حدا بيعرف. خليكم معنا بعد الإعلان. وزارات جديدة بلبنان رح تنافس الإمارات وأكيد تبويس الناس شو ما نافعوا. ومعقول تنعدي من بشاعة عبد إذا بيسك؟ معقول كثير تصير. شوف شو عم تعمل؟ أنا تمثال ما فيي. أنت تمثال؟ إيه. طب فوفي؟ طب علي بيت شباب كيف؟ هيك لاحظت شغلة غريبة إنه لما إجا الحريري جنبلاط راح زاره وكان إنه جنبلاط هو اللي لابس طقم إيه وسعد هو اللي لابس جلد وجينز. هيدي أوبزرفاسيون كثير ما لها طعمة بس إنه بمحل إيه طبعا محل بس ما لها طعمة. طيب من وقت ما صار عندنا مشكلة الزبالة والدولة بحالة إنكار إنه الأمراض والفيروسات الجديدة اللي عم تطلع ما لها علاقة بالزبالة والشتاء بل هي مجرد صدفة مثل وجود وزير البيئة بوزارته صدفة. بس هلا الموضوع صار جدي، في ناس عم بتموت من انفلونزا الخنازير وفي ناس عم بتموت من اهمال المستشفيات او لمجرد انه حضرت حلقه كامله من توني خليفه مش مهم. المهم هلا الوقايه. مشان هيك صرح وزير الصحه على بياض وائل ابو فاعور انه التبويس عامل اساسي بينقل الامراض واتمنى على كل انه يخفف تحفف. شو تحفف؟ شو تحفف تبويس؟ شو تحفف؟ انا بحب تحفف مثل اجر التبويس. ما بيعني لي شيء التبويس، ما بحس بشيء التبويس، بدي حفحف انا خفف تحفف. شو خلينا ننتقل مع مراسلنا عبد اللي نزل على الشارع بحمله توعيه جديده. عبد نعم سلام عبد. أنا مثل ما فهمت انه طلبوا منك وزاره الصحه انك تساعدهم لتنشر التوعيه، شو عملت؟ انا نزلت لشوف مين عم يلتزم بقرار وزير الصحه. الحمد لله النسوان اللبنانيه اكثر حدا بيطبق القانون بهذا البلد. ما قدرت خلي ولا امراه بشارع الحمراء انها تبوسني، يعني صرت اجبرهم انه يبوسوني. انا لو كنت عباس لو كنت عباس كانوا كلهم بيسوني، بس انا لا فجاه يعني فجاه صاروا بيحبوا القانون وبيحبوا لا يعني المشكله مش انه عنا عم بيتبعوا القانون، المشكله انه انت كثير يعني بشع ما بتنباس يعني او لا في لا لا في قرف على وجهك او شكلك كثير او الناس بيهربوا او الاولاد بيخافوا من سلام شكلك. لا لا شكلك بيجري اتس نوت مي سلام اتس نوت مي اتس ذم اتس نوت مي. انا حلوه وعارفه حالي بالضبط. طيب خلينا نشوف لك انت شو عملت بالشارع. فيك تغطي وجهك تاني مرة بليز لما تطلع معنا؟ الوزير ابو فاعور عم بيقول انه مشكله الاتش 1 ان 1 ما لها علاقه بالزباله، لها علاقه بالتبويس، مشان هيك يطلع قرار بيمنع التبويس الا بالضرورات القصوى، بس شو هي الضرورات القصوى؟ ايه ده يا جدعان؟ انت تبوس؟ اولا اذا كان حبيبك مثل الوحش او مثل الضفدعه ولازم تبوسيه لحتى يتحول لامير. ثانيا اذا كانت حبيبتك بتنام وما بتفيق الا ببوسي مثل الجميله النائمه او سنو وايت. ثالثا مثل بوسه مادونا وبريتني سبيرز، هي صراحه منا ضروريه بس كانت ضروريه لإلي حتى ابلغ. رابعا
إذا كنت أساساً ما بتعرف شي وما في قدامك إلا أنك تبوس. وخامساً إذا بدك تبوس إيده لوزير الصحة حتى يفوت لك ابنك أو بيك على المستشفى. التبويس هو الحل للمجتمع الطائفي، لأنه العالم إذا باسوا بعضهم بيصيروا يحبوا بعضهم أو بيصير معهم H1N1 وبيموتوا كلهم ومنرتاح. ومشان هيك الوزير أبو فعور قرر أنه التبويس ممنوع لحتى يحافظ على الاستاتيكو. بس نحن كمناضلين بهذا المجتمع قررنا ننزل ونحارب هذا القرار ونبوس العالم ونخلي العالم تبوس بعضها. مشوا. بوسي بوسي، اعطيني بوسي حبيبي، ساعدوني، عندي ناقص عاطفي، بدي بوسي. هو عم بيحكي هالحكي، يمكن هو ما عم بيصح له يبوس اصلا. شفناك ما عم يبوس، ما في الا سيرفيسات بدهم يبوسوني. الحمد لله، هاي يمكن تاني بنت من اصل 3000 شاب هون اليوم. شو قال المجتمع هذا؟ مثل ما شفت سلام، انا صار لي من الصبح عم بوس العالم وما صار في اي شيء، وهذا بيعني انه مش مزبوط، ما في فيروس اتشو. شكرا. والله عن جد انت مجرب قبل تبوس ولا عبد؟ مره عملت له هيك فلاين كيس دغري على الحمام، كثير صعب. يعني كثير صعب، بس على فكره هيك هو التحدي انك انه يو اوفر كم ات. بس نفس الوقت اذا ما طلع نفسك فيك تدخن سيجاره حشيش وهذا سيري. خلينا نحكي موضوع كثير مهم، واللي هو يمنى فواز عم تعمل هالحمله صار لها فتره ونحن اكيد معها بهذا الشيء، عن تشريع زراعه الحشيش. وهلا وليد جملات ونوابه بلشوا بالحمله، مشان هيك عبس كثير عالم مفكره انه الحشيش شيء كثير جاي من مسلسل لبناني، يعني كأنه ضرب أوبر، بس هو هذا الشيء منه مزبوط، وعلميا وعالميا شيء صار متفق عليه. شو عندك؟ أنا عندي كلمتين بدي أقولهم للدولة. يعني هلأ عم رق أكتر شيء على العفو، بقول لك ليش. عيد لما العميل بده ينحبس سنتين، ولما اللي بينقل متفجرات بينحبس 3 سنين، ويلي مدري شو بيعمل بينحبس شهر وشهرين، ومزارع بيقعد بده ياكل من ورا الحشيش من ورا الارض اللي عم يزرع فيها بينحبس 5 سنين. يعني هذا ما مش عادل يا اخي. بالفعل تاثر فؤاد ليك قد ايه تاثر، بس هو فعليا لازم يبلش هلا حتى بقصه العفو، لانه في 70,000 مطلوب. مش معقول يكون في 70,000 مطلوب هالقد. انت مفكر هذا مجرم؟ أو هذا مجرم؟ أو هذا؟ أنت غلطان. هودي المجرمين بس بتعرف عنهم من وراء الشاشة، من وراء الإعلام، بس في مجرمين قراب عليك أكثر ما أنت بتتصور، بتسمع عنهم بس بالأخبار بهيدي الطريقة. عايشين عبعد 90 كيلومتر من بيروت بحبس اسمه بعلب. أنا عباس عجاج حسين علي موسى جعفر معكم مباشرة من بعلبك، وجاي أحكي مع المجرم. يلا عباس. مرحبا عباس جعفر معك. أهلا وسهلا. إيه عرفتك. إيه أهلا وسهلا. عم أنت يعني عم تدفن واحد هون؟ يعني قاتل واحد عم تدفنه؟ لا يا عمي، ليش بدي أدفن واحد؟ ماني عم أدفن حدا. لا تحط متفجرات شيء بالارض؟ لا 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 لا، هذيك الى اصحاب المتفجرات. ولا لكن هلا شو جرمك انت؟ ليش هربان من الدوله؟ انا زارع حشيشي من 21 سنه، علي دعوه زراعه حشيش. زراعه الحشيش بلبنان مرتبطه تاريخيا بسهل البقع. انشهرت هالمنطقه كثير خلال الحرب الاهليه، وقت يلي كانت العالم عم تقتل بعضها، كانت تجاره الحشيش فيها بتربح ملايين الدولارات سنويا. بعد الحرب قضت الدولة على هالزراعة وصارت تتلف آلاف الهكتارات من الحشيش، ومن وقتها صار يعيب عليها القانون اللبناني بالحبس. وهون ببعلبك مذكرات توقيف بحق الناس عن أبو جنب، وبتستغرب إذا بتلاقي واحد مش مطلوب. عملتنا الدولة مجرمين وفقرتنا، بس وعدت بزراعة بديلة. بزر ميال؟ بقول لك ملايين الدولارات، بس قلي بزر ميال ولا بزر ميال؟ معقولة إذا واحد زرع أرضه بعلبك حشيشي بتكون جريمة؟ لا، إذا بهيك أوضاع
لك اذا عملوا لنا زباله وعم يربحوا من وراها مصاري، فالحشيشه بتستعملها باقل شيء في وسائل طبيه. لا لا ابدا، لا جريمه، طبيا منيحه واحلى شغله. بالعكس نحن بنشجع. بس بلبنان لانه ما بيعرف شيء عن الحشيشه. لا يا خي، اذا لا لنفسه الزلمه شو عم بيعمل؟ عم بيأذي حدا شيء فيها؟ لا بده يعيش. الجريمة إنه السلطة ما بدها إياهم يعيشوا ويتخليهم محرومين. الجريمة إنك تغتصب الناس وتعتدي على العالم وتاخذ أموال مش لإلك وتحكم بالقوة وإنت ما خارج حكم. وبالوقت يلي بعلبك قادرة أن تكون من أشهر المدن التاريخية والسياحية والاقتصادية، عملوها مدينة أشباح بتخاف العالم تزورها. كل شيء حلو بعلبك، بس بحياتي مش طالع لفوق. ليش ما إنك طالع بعلبك ولا مرة؟ خاف، ما قدرت اطلع على بعلبك ولا مرة. انه اوقات هيك بيطلعوا باوسع الطريق لحال او شيء هيك، تلاقي الحشيش كلها مزروعة، شو بدك تقطف. عندي دولمين ثلاثة قاع، بينزرع منهم دولم او دولم ونص، هاو اللي بينزرعوا. بزرعهم، انا اذا بعتهم بجيب مزوط لاولاد، وبدهموا لي بيتي، وبس اذا دهموا البيت، شو بيعملوا بالبيت؟ اذا فاتوا على البيت ما بيخلوا لا شبابيك ولا ابواب. بتمنى من اهل البقاع كلهم انهم يوقفوا وقفة وحدة. بدهم عافوا طالبوا بعافوا، ما بدهم عافوا قولوا ما بدنا عافوا. والنواب عم يكذبوا عليهم. النواب ما بيطالبوا لهم بعافوا. انا عندي ابن خالتي بالهرميل سامي، صار له كمان قد اني طافر، قال زارع حشيشه عمره 85 سنه، يمكن صار بده موته. هذا واحد من الاف الناس يلي ما راح تشوفوا صوره وجههم الا اذا الدوله عفت عنهم. قل لي هلا من هو المجرم؟ بس في شغله ما بدنا العالم تفهمها غلط، انه هذا موضوع عن جد حقاوي، ومش انه عم نشجع على التحشيش، لا عم نشجع على العفو للمطلوبين، وبنفس الوقت على تشريع زراعه الحشيش. لانه برره حش تعمل عم بتشجع على الحشيش مان، تعمل لي انه ما حدا يفهمه هيك، حششوا وريحونا بقى وخلص، تضل كل الوقت مخبى ورا اصبع الواحد يعني، وما بنحشش وما بنحشش. بس مش عم نشجع عليها مباشره. الأسبوع الماضي أعلن محمد بن راشد رئيس حكومة الإمارات وحاكم دبي تشكيلة الحكومة الإماراتية الجديدة. التشكيلة الوزارية فاجأت الجميع لأن نصها شباب، بس المفاجئ أكثر من هيك كان وجود 8 نساء واستحداث منصب وزير السعادة. وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد، 5 منهم من النساء، وتبلغ أصغر وزيرة 22 عاما. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات يقلص عدد الوزارات في البلاد ويضيف وزيرا للسعادة. لكن هذا بالإمارات حكومة نص الشباب مع وزير واحد للتسامح، 3 للتعليم، 8 نسوان، بس حكومة من دون تلت معطل وصهر معطل، شو ممكن يطلع من أمره؟ لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة. تمام، إذا كان عندنا وزير للسعادة، مين بترشح يمسك الحقيبة؟ أكيد حتقول عمار حولي لأنه بشوش مثلي وسني مثلك. لا، أنا برشح أسعد حردين، لأنه أسعد حردين بالعالم، لأنه الوحيد اللي ممكن يكون حردين بس من جوا هو أسعد، أسعد منه ومنك. أكيد أسعد من الجيل اللبناني اللي بأستراليا اللي طلعت صرختها بعد ما عرض ستكم عن عائلة لبنانية وظة اعتبرت موسيقى للبنانيين بأستراليا. عن جد يعني عن جد لأنه هم اللبنانيين عن جد أنه أبداً أستراليا مش معروف أنه يعني أصلاً ما في مافيا لبنانية بأستراليا، هي كلها تركيبة. هذا الإعلان هو مقتطف من ستكم أسترالي بدأ عرضه في 9 شباط، وهذا ستكم يتحدث عن عائلة لبنانية فازت بجائزة اللوتو وانتقلت من حي فقير في جنوب سيدني للعيش في حي أرستقراطي في المدينة، ونقلت معها عادات منفرة ومزعجة كما يظهر ستكم. أوكي أول شيء مش واقع الفيديو، لأنه نو واي يكون في لبناني هالقد مشعر واسمه فوفو. وين في لبناني مشعر واسمه فوفو؟ ها؟ انت فوفي، انت فوفي مش فوفو. بعدين هو عنده كرش، انت عندك اوكي. المسلسل كثير واقع الصراحه، يعني بعتذر من الجيلي بس نحن هيك. لكن الاستراليين اللبنانيين انزعجوا من المسلسل اللي حسب ما شافوه انه عم بيصورهم بطريقه بشعه ما بتشبههم. نحن مش هيك ابدا. بس كيف بيشوفوا الاستراليين اخوانهم اللبنانيين من اصل استرالي؟ The investigation is underway to track down the source of a disturbing video which appears to show Sydney schoolboys backing racism and gang violence. It's titled Lebo Thugs and was placed on the YouTube website for videos, images of a Sydney gang.
There are plenty of guns, a photo of rapist Bilal Scaff nursing a rifle, a car with a number plate, racist. لكن البلد اللي كان بالسابق المنفى للمجرمين والعصابات عم يشتكي اليوم من العصابات اللبنانية. بس المشكل أعمق من هيك، لأنه معظم هالشباب هن مواليد أستراليا وما بيعرفوا حتى لبنان. فإذا في مشكل بتكون بالبلد اللي ما عرف يربيهم يعني. لأنه لو كانوا لبنانيين عن جد كانوا نقلوا عيادهم على أستراليا. Well, it's been declared Australia's best wedding. شيت مان، نقلنا عوايدنا لأستراليا، يا الله ما بصدق، سكرنا الطرقات وعملنا زفة ورقصنا بنص الشارع، بعد ناس نعلم الأرجيلة. If you haven't picked up on my accent yet, I am Australian. شيت مان، فسدنا أخلاق الكوكب. On est doué. فساد أخلاق الكوكب. سوسي نحن. خلينا ناخذ بريك صغير بعد ما نرجع أبو تلال. أبو تلال. ليه بس ليه انا بتقول ما ابو طلال بس عم تقول جنيد ليه عم تقول جنيد عم تحكي مع جنيد ليه هيدا هيدا اللي قال لك التحكي مع جنيد بس لك لانه صيادلي نحن بنقبط الصيادلي انت بدك تدبوا على بعضكم صيادلي كيف نقبط الصيادلي نقبط الصيادلي نحن كيف فايدة أكل ثلاثة زين يا محمد وأربعة يا جارتنا فاتن وبلا بلا شياطين بس جنان الله خليك عن شان الربط بس بدك شيء أبو طلال بس جنان يعطيك العافية شو هيدا على التليفون جنان وشياطين وشو هيدا فوفي صرنا انسى صاروا دليفري شو دليفري واصلين على بيتك وبسعر التكلفة تطلب شياطين على البيت طبعا جن وشياطين حضار إيه؟ ما بتعرف؟ كم لا بتعرف كم حالة؟ في حوالي بين حنيدر وكنيس ووادي خالد مناطق ضيع وادي خالد في 80 حالة 80 حالة؟ ايه من هيدي كلهم أكثر من عند شوقي ونجدات نجدات هيدا الشاب معه سحر للقتل بس هو كيف واحد بتجي الحالة يعني أنت هلا قاعد عم تحكيني ما حاسبك شيء أنا بعصب بكرز بصير بكسر وجع راس لا ابو طلال لحظه تشلق انا مش قادر كفي كثير مترعبه ابو طلال انا هالامور كثير بتخوفني فوفي دونت بانيك انت مو تترعبي عشان الميوزك بتخوف بس من الموسيقى من الموسيقى مش من المضمون لا 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 يعني هلا مثلا شوف حط لك موسيقى انا شوف يا رب يا ابو طلال يا سلوى ليش عم تبكي ابو عم ببكي بدي رفيقه خلص وقف وقف شفت شفت كثير ابو طلال كثير هيك مش مضمون الميوزك اللي بتخوف الموسيقى هي اللي اعطتنا هذا الموسيقى هذا الايفكت بس ابو طلال سؤال هذا هلا الشيء كيف هيك عم بيصير يعني انه واحد بيبعت جنين انه مش منطقي وفي هول جماعه مشعوذين كانوا محدودين مثل اي مهنه طولوا حالهم صار في مراكز يلي يبعثوا لك دليفري يعملوا دليفري صار في مراكز يبعثوا لك دليفري صاروا هلا قريبا حينزلوا ابلكيشن على التليفون بتفوت انت على المنيو بلا ما تروح لمحل بتنقي الجن اللي بدك اياه بتبعته دغري اب جن بينزل اب جن سند بلوتوث يعني بيروح بيروح اف طيب ابو طلال ما فهمت انه هيدا السيستم هلا انت عشتها بتروح على محل عن جد بتطلق يعني أوفي. صارت معك انت موجوده صارت بكل المناطق جن بيوتي سنتر بتفوت لعنده بيسأب لك جن بقعدك نسكافيه من نسكافيه تفضل عندنا هيدي المنيو تفضل نقي عادي فوفي عادي حبيبي عندهم منيو جن بيوتي سنتر لا منيو كامل بتفوت بتنقي بس انا اذا بدي ابعث لك يعني مثلا استخراج جن 30,000 استخراج جن اكسترا 35,000 حلو ربط انسان بانسان 15,000 ربط انسان بحيوان 25,000 لحظه هذا ما فهمتك كيف ربط انسان بحيوان يعني اذا انا بدي ارتبط فيك انت بيربطونا ببعض بطل سين شوف بطل سين شوف حدا من برا انا وياك مع بعض قطع رزقه مع جلطه للاب انتبه هون في افران زادي لك فيها تكون مش جلطه فيها تكون مالاريا ايبولا جمره خبيثه هيدا بتقطع له رزقه وبتبعت له سكتي ولا بعطى بروح فيها الزلمه ايوه عندك قطع رزق عادي قطع رزق عادي هيدي بلا بلا جلطة بلا جلطة بس قطع رزق مع جلطة الأب قلنا عندك ظهور الزوجة على هيئة بقرة لحظة لحظة كيف هيدي ما فهمت يعني أنت بتعمل تبعت جن بخليك تشوف مرتك بقرة هلا أسكان ما شفتها بقرة بيكون مشي السحر ما مشي حاله بتكون هي من الأساس بقرة يعني السحر ماشي بس هي من الأساس بتكون بقرة ظهور الزوج على هيئة بغل كيفه البابا فك سحر أسود فك سحر أخضر شو فك سحر اخضر شو هيدي هي الفيجيتيريان بس ما بياكلوا بس فيجيتيريان نحس مده شهر مع كفاله هيدي بتجي انه جارنتي انه انت ما مده شهر بيضمن لك الجن يدل لابسه حلو حلو استحضار جني استحضار جني هي الاسنان دزيني مشكل مع سيرفيس وبتنجن متبل
ويمكن زيادة الجلطة على كل الأصناف ب 10,000، يعني إذا بتزيد جلطة بكل شيء بتزيد 10,000. آه 10,000، مثلا بدي بتنجن متبل أنا ب 10,000. بتنجن متبل بينبعت يا البابا بيربطوه. حلو كثير. يعني مثلا هلا أنس بده أربط بيق بطل يجيب كيف جابك وجاب خيك. إيه؟ بيربطوه. بتبعت له الجن. تبعت بحسب أول شيء بيق فيجيتيريان؟ لا. لا. آه بياكل كل شيء. بياكلوا البابا يعني. بياكل كل شيء قصدي اكل بيبعتوه للجن بيربطوه عشان بطل يجيب هالنسل العاطل هيدا، اصلا انت ملبوس انت جن بحد ذاتك كلك جن. اما هلا بنستقبل معنا مراسلنا جنيد، جنيد اللي عم يعمل شغله كثير حلوه، عم يبرم مع حضارات العالم يتعلم منها اشياء تيجرب يجيب على لبنان ويحسن بحضارتنا وببلدنا. جنيد نحن بنشكرك طبعا. هيدي هلا ماما تيزي واوا. هيدي السلام تبعك يعني مساء الخير فيك وبحضورك الكريم. جنات انا كثير حابب اللوك اللي عامله. الله يحفظك. هلا عندي هيدا دور، اذا بدك واحد محبوس انحبس لانه طلب انه ميشيل سماحه ما يطلع من الحبس. فهمت. نعم. طيب جنات خبرني انت اخر بلد رحت عليه. اخر بلد كان طوكيو. شو يعني عم بعمل جزء من طوكيو، يعني اذا بدك بعمل حلقات من طوكيو. بلد كثير حلو، بتمنى يا ريت بتزوروا معي وبتشوفوا قديش حلو. بيقولوا لك بلبنان من نص ساعة من البحر للثلج. صحيح. ومعودين عليها من نحن صغار بنقول من نص ساعة، مع انه هلا صار في عجقة سير بدك شي 5 أيام لتوصل. من نص ساعة من البحر للثلج، هونيك بنص ساعة بطوكيو بصير في زلزال. تتدمر طوكيو. بنص ساعة بيعيدوا بناء طوكيو. بنص ساعة بترجع بتمشي العالم طبيعي. كل ساعة. هالمرة عم بحكي إذا بدك تعامل الحكومة اليابانية مع الحيوان الياباني. مع الحيوان الياباني. فأنا ليش بلشت بالإنسان قبل الحيوان كرمال المشاهدين؟ لأنه في كثير من اللبنانيين حاسين حالهم عايشين عيشة كلاب. طبعاً نحن منهم يعني. أنا بعتبر حالي شيان لو. شيان لو. أكثر عشان لو أنا أكثر رايحة برجاء الماب لأنه أشقراني شوي. صح صح، وأنا بحسك جعاري بأيام محل يعني منك بريد. لا 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 بندق كمان. بريد ولا. فاذا الحيوان شو عم يعملوا؟ عم بيدربوا الزيبرا، حيوان الزيبرا اللي هو حيوان كثير مهضوم واليف، عم بيدربوه اذا صار في زلزال كيف يهرب من الزو. ايه خلينا نحضر الفيديو. حديقة للحيوانات بطوكيو اجرت عملية تدريب لهروب حيوانات الزيبرا خلال اي هزة ارضية محتملة، اكثر من 150 شخص شاركوا بالتدريب يلي تنكروا خلاله عدد من الموظفين مثل الزيبرا. يعني حمار الزيبرا تعلم كيف يهرب ونحن بعدنا صح. اذا صار في عجقة ما بنعرف نقف الصف. صح. فانه لك هالطريقة كيف عم يستخدموا العالم يعني حتى مع الحيوان عم يجربوا يساعدوه بحياته. والخبرية حلوة ان هالمجتمع الهندوسي البودي الكافر المجوس الذي لا يمد بعروبتنا بأي صلة طبعاً. هذا المجتمع الكافر طبعاً طبعاً. نسبة الأمية عندهم 0%. أوف. صفر صفر بالمية صفر بالمية. كلهم فؤاد كلهم فؤاد فؤاد كرسة الحمام تقعد عليها باليابان. تخلص طبعاً. بتطلع مكنة بتنظف لك. بترش لك مي بخاخ مع شوية صابون. مع كريمات. بتنظف لك بتلبس ثيابك شنتانك وبتفل كرسي الحمام بتنظف لك. ومعقول تقدر تخدعها تفوت تقعد على الكرسي وانت ما تعمل الشغله وياه يعني عمل لك هذا الشيء؟ هيدا رح اعمل لك اياها وفيك اذا بدك انت بالنسبه لك تركب اشياء كمان مش بس يكون في تنظيف يكون في هول اليابانيه يعني ليك وين عم يوصل يعني كرسي الحمام. لا بفهمك مش ضروري كل يعني كل مره انا بدي احكي عن اليابان. لا انا فهمت عليك بنأذي انا لانه دائما انا عم تطلع عرفت فانه فهمت. لا مش هيك كرسي الحمام بتنظفك. كرسي الحمام بتنظفك. يابان رائع. يابان يابان رائع. كرسي الحمام بتنظفك. فهمت عليك. تقعد بتنظفك. خلص مش الحال. مش الحال يا جنيد. دكتور صحي على حالك. ارجو ان تركز. صحي على حالك. ارجو ان تركز. صحي على حالك. صحي على حالك. دكتور كمل. حاول كمل. كثير انت عيب الفتنة. عيب كثير الفتنة بين العرب والكرد. انت في حين انك تعرف انه هذا مو صحيح. انتم ابو الفتنة. انتم ابو الفتنة يا دكتور. كمل. هؤلاء 8 ضباط. انا اعتذر عن مواصلة البرنامج يا سيدي يا سيدي الله معك. انا اعتذر بهذا الشيء. تفضل. يلا تفضل بجد انت اسلوبك يعني لا مش اسلوبي تفضل يا فضل. حبيبي انا مش تفضل. مش في بيت ابوك بدك تمشي تفضل انا راح امشي لاني تفضل. تفضل. ماني شايف هذا محل يليق بالبقاء فيه وانت مجرد تفضل داعش تفضل تفضل يعطيك العافيه الله يعافيك تفضل